شوف يا سحر، صحيح الحقيقة ساعات بتكون مرة، بس مرارة الدواء مرارة فيها الشفاء. انتي خلصتي من حب كذاب، وفي انتظارك حب جديد، حب بجد يستاهلك وتستاهلين. ساعات كتير بنشوف الدنيا وحشة وساعات بنشوفها حلوة، بس الدنيا ما بتتغيرش، احنا بس اللي بنتغير. ودايما بتشوف الدنيا والناس زي ما احنا عاوزين من وجهة نظرنا وحسب حالتنا. انتي ما خسرتيش حاجة ولا فاتك اي معاد. اعرفي ان قدامك لسه حاجات كتير قوي تكسبيها، وقدامك حاجات كتير برضو تقدري تلحقيها. وانا مضطرة الحق عشان انهي الحلقة لانها خلصت. أشوفكوا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد من همس القلوب. أسبوع على خير. ألو، سمعت الحلقة؟ طبعاً، وأنا أقدر ما أسمعهاش؟ وإيه رأيك فيها؟ أحلى من اللي قبليها ولا نص نص؟ كل حلقاتك حلوة. اوعى تقول لحد إن أنت اللي بتغششني الكلام اللي برد فيه على الناس. ما تقلقيش طبعاً، سيرك في بير. أنت وحشتني قوي، حاسه اني بقالي كتير قوي ما شفتكش. واندي كمان قوي. اوحش حاجه في البرنامج بتاعك ده انه واخدك مني. مفيش حاجه في الدنيا تقدر تاخدني منك. لازم هشوفك بكره. اكيد، خلينا نتقابل بكره. اوكي، تصبح على خير. وانت من اهله حبيبي. لك الهدية. هدية؟ هدية ايه دي؟ الله؟ بمناسبة ايه دي؟ انت بتضحكي على ايه؟ ماما قالت لي انك اكيد ناسي. ناسي؟ لا مش ناسي طبعا. لا انت ناسي. لا مش ناسي، استني استني هقول لك لا ما ننساش انا حاجة. النهاردة ايه؟ النهاردة عيد ميلادي، شفتي انا مش ناسي ازاي؟ صح مش كده؟ هابي بيرثداي يا بابا. هابي بيرثداي يا روح بابي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا روح. يلا افتح بقى الهدية اللي سلمى جابتها لك. طبعا وريني كده النومة الحلوة دي جايبة لي ايه؟ يا ترى جايبة لي ايه؟ واو حلوة قوي قوي. بصي حلوة زي ولابسة نضارة. ده تصورناها سوا لما كنا في. انت نسيت تاني؟ لا ما نسيتش، لما كنا في الجمعه اللي فاتت لما كنا في النادي صح؟ شوفي فاكره اهو. خدنا موبايل مامي وطبعناه وبروزنا. حلو قوي حلو قوي يا روحي. طب يلا بصي بابي وروحي حضري شنطتك عشان نفطر. يلا ماشي، بس بابي هيفطر معانا؟ طبعا هفطر معاكم، وانا ليه من غيركم عشان افطر معاه. يلا
بسرعه ما تخلصيش الاكل كله. كل سنه وانت طيب يا ياسر. وانت طيبه يا روحي. انا هديك هديتك بس بالليل في عيد ميلادك. اوكي مستنيه. مستنيه انت ناويه تعملي لي عيد ميلاد؟ طبعا ده انا واخده اجازه من البنك مخصوص عشانك. اوكي ماشي ماشي يلا قوم فوق بقى عشان نفطر مع بعض. حاضر. ليلى استني عشان عايزك. صباح الخير ياسين. وصل في الطريق يا حاج. طب ابعتي لي شاكر بسرعه. تحت امرك يا الو. صباح الخير يا سعاده الباشا. الحمد لله. يا ترى لقيت عند سعادتك وقت تقرا دراسه الجدول اللي بعتها لك؟ مشغول اول يومين دول يا حاج صابر. اجتماعات الحزب مش عايزه تخلص. يمكن ارد عليك على نهايه الاسبوع. لا سعادتك خد وقتك. شراكتك ليا حلم كبير يستاهل ان انا اصبر عليه اكتر من كده. الله يخليك. مع السلامه يا سعاده الباشا. مع السلامه. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا شاكر. قول لي انتوا عملتوا ايه في الشيك بتاع محمود شاهين؟ اتحصل الحاج ودخل في الحساب خلاص. طب كويس. انا عايزك تكتب لي شيك بخمسة مليون جنيه باسم ياسين. خمسة مليون جنيه؟ ايه؟ السيوله اللي عندنا ما تغطيش ولا ايه؟ لا تغطي يا حاج بس احنا عندنا دفعه للضرايب لازم تنزل. لا سيبك من الضرايب بيأجلها شويه. النهارده عيد ميلاد ياسين والشيك ده انا عامله له كادو. كل سنه وهو طيب يا حاج. اقوم انا اكتب الشيك واجيبه لسعادتك تمضيه. طب اعمل حسابك انك انت هتجيلي النهارده الفيلا علشان نحتفل بعيد ميلاده. اوعى ما تجيش. انت اخو مرات ابوه يعني في مقام خاله. انت ناوي تعمل عيد الميلاد في الفيلا عندك يا حاج؟ اه وما تقولوش عشان انا اعملها له مفاجاه. ربنا يخليكوا لبعض يا حاج. ويخلي لك نور بنتك وبنتها وتخليهم يجوا معاك فاهم؟ ان شاء الله يا حاج. انا عايز الاهل والاصحاب كلهم يبقوا موجودين حوالينا زي كل سنه. فاهمني طبعا. طبعا يا حاج. طب لو انت فاهمني ايه اللي معادك ما تقوم تكتب الشيك. حاضر يا حاج. ايه رايك؟ الله يا بخت ياسين بيكي. حلوه بجد الساعه. طبعا حلوه بس انا قصدي حاجه تانيه. قصدي يا بخت بحبك لي بقالك 8 سنين. 8 سنين ولسه الحب زي ما هو؟ لا طبعا مش زي ما هو. انا بحب ياسين كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. خلاص يبقى كان يستاهل هديه تانية غير دي. تقصدي ايه؟ اخ لسلمى يا حبيبتي عشان يونسها ويملى عليكم البيت. انا اصلا مش عايزه تشغل عن سلمى. مش عايزه تنشغل عن سلمى ولا مش عايزه تنشغل عن ياسين؟ نص الوقت بقضيه في البنك والنص التاني يا دوبك مكفي ياسين وسلمى بالعافيه. اقعدي انت تحجيكي لغايه لما في الاخر هتندمي. انا بقيت حاسه انك انت عايزاني اخلف عشان اجيب لك بيبي تقعدي تلعبي بيه وخلاص. ما انا مش باخد منك غير طريقه وبس. تريحه فين؟ لا هنتغدى سوا. لا يا بيضه انا عازمه نفسي على اكل السمك ما حصلتش. اوعي. مش انا الاوان تقتنعي بقى وتيجي تعيشي معانا وتريحيني؟ حبيبتي انا لو خرجت بره بيتي هموت. وبعدين انت مش عايزه تجيبي بيبي تاني علشان ما تنشغليش بيه. عايزه تخليني اجي اعيش معاكي هنا عشان تنشغلي بيه؟ اه صحيح. السواق الجديد اللي جابه لك ياسين ايه كويس؟ ماشي حاله هو احسن من الاولاني. خليه يعلمني السواقه.
هسوق لوحدي برضو؟ اي طيب. بصيلي سلمى. حاضر، كلميني اما تروح. ان شاء الله يا باي. صباح النور. صباح الخير يا مروه. صباح الخير يا استاذ ياسين. يا مروه نكمل بعدين. تحت امرك يا فندم. ما دام مشيت مروه يبقى اكيد عايزني في حاجه مهمه. خير. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت كمان فاكر عيد ميلادي يا بابا؟ عيد ميلادك انت بالذات صعب قوي انه يتنسي. انا فتحت المصنع ده يوم عيد ميلادك، كنت لسه عيل صغير عندك 4 سنين. والدتك الله يرحمها قالت لي نفتح المصنع يوم عيد ميلاد ياسين، وقالت لي كمان انها حاسه انه وشك هيبقى حلو قوي علينا. الله يرحمها. كانها توفت امبارح مش من 30 سنه. وحشتني قوي. كان نفسي تعيش لحد ما عوضها عن كل غلطه انا غلطتها في حياتها. ما تقلقش يا حاج، اكيد هي ميته وهي راضيه عنك، خصوصا انها مش قوي عدت خلاص. وده اللي مصبرني لحد دلوقتي. ايه؟ مش تفتح الظرف وتشوف ايديتك؟ ايه ده يا بابا؟ 5 مليون جنيه؟ ده بقى علشان تكمل على ثمن الارض اللي هتبني عليها المصنع بتاعك. يا بابا ده كتير قوي. لا كتير ولا حاجه. أنا عارف إنك أنت كل اللي في دماغك دلوقتي المصنع ده، ولو إن الحكاية دي غلصاني أوي. هتروح تشتغل لوحدك وتسيبني. ما تقولش كده يا حاج. والله ده أنا لو فتحت 100 مصنع ما أقدرش أبعد عنك أبداً، ده مصنعها بابا. أنا عارف يا ابني. الليلة دي تجيب مراتك وبنوتك وتقولي الفيلا عشان أنا عايزكوا ضروري. أوكي، من عينيا. متشكر أوي على الشيك ده. يلا يا ولد. على إذنك. مع السلامة. مفيش أعز من الطنا. ازيك انت؟ عيد ميلاد ياسين. ايوه يا سيدي، ابوك مصمم يعمل له عيد ميلاده هنا في البيت. اصلا انا ناقصه وجع قلب. انا مش فاهمه اشمعنى عيد ميلاده هو اللي بيفتكره وبينسى عيد ميلادكم؟ هو انتوا مش ولاده برضه ولا ايه؟ ولا عشان هو ابن رجاء وانتوا ولاد ألفت؟ كده بانت. يبقى الشيك اللي ياسين خده من بابا اكيد يبقى هديه عيد ميلاده. شيك؟ شيك ايه ده؟ انا اعرف. متعرفش الشيك ده بكام؟ هعرف منين يعني؟ أنا كنت ناسي فال في الميتنج روم، دخلت أجيبه لقيتهم بيتكلموا، ببص لقيته بيقولوا ميرسي يا بابا على الشيك. طيب، أنا هعرف بطريقتي. اسمع، أوعى أبوك يعرف إنك تعرف حاجة عن الموضوع ده أو بلغتني بيه. حاضر، سلام. الو، ايوه يا شاكر، انا عايزه اقابلك النهارده ضروري. ايوه يا باشمهندس،
لا لا ما تقلقش خالص، الطلبية توصلك في ميعادها زي ما اتفقنا. معقولة برضه يا باشمهندس؟ هي معرفة يوم ولا اتنين؟ اوكي اطمن. اتفقنا. باي باي، مع السلامة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيب يا عم. وانت طيبة يا حبيبتي. معقولة؟ كل الناس فاكرة عيد ميلادي إلا أنا؟ هو أنا عندي كام ياسين علشان أنسى عيد ميلادهم؟ ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. ولا منك حبيبي. يلا افتحها وقولي رأيك. ربنا يسترها، كمان عارف ذوقك. بقول لك إيه، ده أنا ذوقي أحلى من ذوقك. هتشوف. لا حلوة بجد. بجد؟ آه قوي. الحمد لله. تسلمي لي يا حبيبتي. حبيبي ربنا يخليك. ذوقك حلو، طلع لاخوك الكبير. ها؟ وانا قلت لك ذوقي احلى بقى. استني عندي ليكي حاجه هتعجبك قوي. ايه هي؟ خدي اقري دي. ايه ده؟ انت قريته؟ ومش هقول لك على اللي جواه غير لما تقريه عشان نتكلم فيه سوا. خير بعقلك، ده لسه نازل. ايوه. انا نفسي اعرف انت بتجيب وقت منين تقرا وتعمل كل اللي نفسك فيه ده. بصي يا حبيبتي، انا من زمان قوي قررت اخد من الدنيا كل الحلو اللي فيها. أنا جاهز بابا لسفرية الغردقة. أقعد يا يوسف. خير يا بابا، هي السفرية اتأجلت ولا إيه؟ لا ما اتأجلتش. بس هو في الحقيقة في حاجات حصلت هنا ومحتاجك تكون جنبي. محدش هيقدر يعملها غيرك. ويا ترى مين اللي هيسافر مكاني إن شاء الله؟ أخوك ياسين. يوسف النهارده عيد ميلاد اخوك، ما تنساش تقول له كل سنه هو طيب، اوعى تقول له ان انا اللي فكرتك وانك كنت ناسي. حاضر. علمي حاجة بقى، أنا أنا بحب شغلي بس مش هسيبه يسرق كل وقتي. تعالى يا يوسف. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. ازيك انت؟ دعاء وأنس عاملين ايه؟ كويسين. ما قلتليش انك جاي الشركة النهاردة. جيت عشان اقول لياسين كل سنة وهو طيب. يلا انا هروح لعادل شوية، اشوفك بالليل. اوكي يا حبيبي. باي يا يوسف. باي باي. باي يوسف. باي. عامل ايه؟ تمام. بابا قال انك هتسافر الغردقة بدالي. اه يا اخي المشوار ده جاي لي في وقت رخم قوي. ما تحسسنيش بس ان انت هتسافر غصب عني، اكيد انت اللي قلت لبابا اني مش هعرف اسد هناك لوحدي. انا يوسف؟ ايوه انت. خفت ارجع من هناك ماضي العقد مع الاوتيل وبابا يرجع يعتمد عليا بعد كده وما يضطرش يلجأ لك في كل كبيره وصغيره. مين قال لك انه مش عايزه يعتمد عليك؟ اكيد عايزه يعتمد عليك طبعا، على الاقل هتشيل من عليا شغل كتير قوي وساعتها هقدر اركز في مشروعي اللي ما بداتش فيه لحد دلوقتي. انت لو فعلا كنت عايز نسافر كنت قلت لبابا كده، وكان سمع كلامك زي ما بيسمع كلامك في كل حاجه. طيب بص ما تكبرش الموضوع، تعالى سافر معايا المرة دي والمرة الجاية ابقى سافر لوحدك. انت عارف كويس قوي اني مش هسيبنا نسافر احنا الاتنين مع بعض. طيب اديك قلت اهو، يعني بيعتمد عليك برضه زي ما بيعتمد عليا. اه في الحاجات الصغيرة وسايبك انت الحاجات الكبيرة. يوسف انا الكبير وانت الصغير، ما فيهاش مشكلة. لا يا ياسين انا مش هفضل طول عمري صغير. اخيرا عرفت انك بقالك ساعه في الشركه وما عدتيش عليا. اه كنت ملخومه شويه. مع ياسين؟ ايه ده، حتى دي كمان عرفتها؟ عرفت انك عنده في المكتب بقالك ساعه. اصل النهارده عيد ميلاده، اعمل حسابك هتيجي بالليل. متاكد انه عزمني؟ طبعا يا اخي، مش انت ابن عمه؟ كنت فاكر انه هيعزمني بصفتي خطيبك.
ما فرقتش كتير يعني يا عادل. ونسيتي الاوبرا يا ياسمين؟ النهارده اخر عرض للفرقه الياباني اللي بقالك سنه مستنيها. معلش اكيد يعني مش هضحي بعيد ميلاد ياسين علشان خاطر الاوبرا. كل ده عشان ياسين؟ امال لو كان اخوك شيقي كنت عملت ايه؟ سيبك من حوار شيقي، انا وياسين دماغنا واحده وتعلمت منه كل حاجه في حياتي، على عكس يوسف اللي هو شقيقي فعلا. من الاخر كده ياسين اكتر واحد حاسس بيا وفاهمني. وانا ياسمين؟ انت ما بتفهمش غير اللي عايز تفهمه وبس يا عادل. يمكن عشان دماغنا انا وانت مش واحده. حاسبني لوحدي في العيد ميلاد؟ لا ياسمين هاجي، حاضر، عشان محدش يسالك فين خطيبك. اشوفك بالليل باذن الله. سلام. بابا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير يا ابني؟ اقعد. يعني بقول النهارده عيد ميلادي، بتهيألي هسهر جامد، فايه رايك لو تبعت يوسف مشوار غردقه؟ ده هيكون احسن. حصلت انه يشتكي لك مني؟ لا لا لا، هو ما اشتكاش ولا حاجه. كل حكايه بس انه محتاج ياخد فرصه عشان يقدر يثبت لك انك تقدر تعتمد عليه. أنا لو كنت أقدر أعتمد عليك كنت سفرت وريحتك أنت، على الأقل كنت فضلت جنبي اليومين دول. المشكلة بقى إنه طول عمره حاطط ودنه لوالدته، مش قادر يركز في الشغل، مش قادر يتعلم ربع اللي أنا علمتهولك. طب لو قلت لك عشان خاطري؟ الشغل ما فيهوش خواطر. ده أول درس اتعلمته في حياتي، وأول درس علمتهولك أنت كمان. بابا يوسف صعبان عليا، وبعدين انا مش عايزه برضه يشيل مني. طول عمرك طيب، قلبك يسهل الكل، وده بقى اللي اخوك مش عايز يعمله. دينا يا ستي رجعت بدري مخصوص عشان حضرتك. ايه رايك بقى نتغدى سوا النهارده؟ انا مش جاي اتغدى يا شكر. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه، كنت حاسس من صوتك انك عايزاني في مهمه رسميه. انت عرفت طبعا ان صابر ادى ياسين شيك في مكتبه النهارده. الله، انت بتوصلك الاخبار بالسرعه دي ازاي؟ هو انت ليكي مراسلين عندنا في الشكل؟ الشيك ده بكام يا شكر؟ طب واللي قال لك على موضوع الشيك ما قالكيش الشيك بكام؟ انا عايز اعرف منك انت. اشمعنى انا؟ مش انت مدير الحسابات بتاعت الشركه دي؟ يعني مفيش شيك بيطلع غير باذنك؟ وعشان انا مدير حسابات الشركه ما ينفعش اقول لك اسرار الشركه. ده لاختك يا شاكر. ما هو عشان اختي ما ينفعش اقول لك، لان صابر ممكن يفتكر ان انت شغلتيني معاه عشان ابقى جاسوس عليه وانقل لك اخباره. للدرجه دي خايف منه؟ لا انا خايف عليك انت. طول ما انت كارهه ياسين كده مش هتقدري تكسبي صابر. هو اللي مكرهني في ياسين، اللي بيميزه عن بقيه اخواته. قصدك بيميز ابن الرجاء عن ولادك. انا مش قادر افهم انت ازاي بتغيري منها حتى بعد ما ماتت. سيبك بقى من الرجاء دي مش وقته، وخلينا في موضوع الشيك. الشيك ده بكام يا شاكر؟ سالي صابر يمكن يقولك. انا بسالك انت، ولو هتفضل مصمم على موقفك ده انا لا هدخلك بيت ولا هتشوف وشي تاني. يا ساتر يا رب يا ساتر. الشيك ده بكام يا شاكر؟ طب وعديني الاول انك مش هتقولي لصابر انك عرفتي مني. طبعا مش هقوله، لانه يهمني انك تبقى معايا. بخمسة مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 5 مليون جنيه؟ الله، جوزك بيقول ان ياسين محتاج الفلوس دي عشان ارض المصنع الجديد. ارض المصنع الجديد؟ طبعا بعد ما يدفع له فلوس الارض هيفضل يكبش ويديله عشان يديله المصنع وما خلفش غيره. ربنا يستر وما يكونش صابر عارف انك جايه لي فجه وراكي.
نور. ازيك يا بابا؟ جبت لك الحاجات اللي ناقصاك من السوبر ماركت. معقول اول مره تعمليها يعني؟ تعال تعالي سلمي على عمتك. هي هنا؟ اه جوه. خشي. حبيبة عمتي، ازيك يا روحي؟ أخبارك إيه؟ تمام؟ تمام. ها رجعتي لجوزك ولا لسه؟ بعدين بقى يا عمتي، هو أنتِ كل ما تشوفيني تسأليني السؤال ده؟ ليه ما رجعتيش؟ اقعدي، اقعدي واقفة ليه اقعدي؟ مفيش وقت، أنا بس جاية أقول لك يا بابا إن الباص بتاع ندى هيجيبها عندك النهاردة. هبعدي بالليل أخدها منك. شفتي بقى؟ يعني حكاية السوبر ماركت اللي أنتِ دخلتي عليها بيها دي طلعت مش لوجه الله. يا بابا ما أنت عارف إن عندي شغل. ماشي ماشي يا ستي، بس بقولك ايه؟ ما تنسيش وانت جايه بالليل تجيبي فستان لندى عشان عمك صابر عازمنا على عيد ميلاد ياسين. وعازمنا انا كمان معاك؟ انت عازم العيله كلها. طيب عن اذنكم بقى انا دلوقتي ما تنساش ندى. حاضر يا ستي، مش هنسى ندى. انت ما تنسيش الفستان. مش هنسى. 5 مليون جنيه. خد يا جهاد. ها ايه رايك المره دي؟ مظبوط عن المره اللي فاتت، بس برضه الويست عايز يضيق شويه. هو انا ليه شم ريحه راجل في الموضوع؟ هو انا عشان خليتك تفصلي لي فستان جديد يبقى فيه راجل؟ نور مش على دودو. وليه بسرعه؟ هو مين؟ تستعجليش، هتعرف في الوقت المناسب. طول عمرنا اصحاب، عمرك ما خبيتي عني حاجه. وحياتك انت لسه ما في حاجه اقولها لك. يعني احضر لفستان الخطوبه؟ او يمكن لفستان الفرح. يا ريت يا حبيبتي، بس ده شكل الموضوع ده كبير قوي. جيهان بقول لك ايه؟ ضيقي سنتي من الوسط للفستان والنبي، اما نشوف هنفضل نضيق فيه لحد امتى. بس خلي بالك مش هتاخدي كل فلوسك دلوقتي. هو انا بقى مفيش حاجه مضيعاني غير حنيه قلبي على اصحابي دي. بقول لك ايه؟ هنتغدى مع بعض النهارده؟ لا صعب قوي، خايفه اتاخر على ندى. انت بتخافي عليها حتى وهي مع باباكي؟ بخاف يحصل لها حاجه، يقوم ابوها يجري يرفع عليا قضيه، وهو بيتلكك من ساعه ما اتطلق. وانتي عارفه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرها. روحي فيها. ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي، بس اكيد هشوفك عند حمايه بالليل. والله ما انا عارفه، عندي مشوار مهم جدا ولسه مش عارفه اخلص امتى. نور ازيك؟ ازيك يا يوسف؟ ليه حظي اشوفك قبل ما امشي؟ ده حظي انا حبيبتي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما. ندى عامله ايه؟ تمام. ميرسي يا جيهان. تحبي تسي مره اخيره؟ لا بلاش، لحسن اطلع لك ملحوظه جديده ولا حاجه. لا ارجوكي. يلا باي. ايه يوسف مالك؟ مفيش. جيهان خشي وضبي القماش اللي جوه في المخزن. ايه خناقه جديده مع باباك ولا ايه؟ هيبعت ياسين بدل الغردقه. اكيد اخوك هو اللي قال له بلاش يوسف. طبعا مش عايزك تكبر وتثبت له انك احسن منه. وطبعا هتروح عيد ميلاده غصب عنك. حتى دي كمان ما قدرتش اهرب منها. طب بقول لك ايه؟ اتكلمت معاه في الفلوس اللي طلبتها منك؟ بصراحة ما قدرتش اتكلم مع بابا في حاجة. يعني ايه ما عرفتش تتكلم معاه في حاجة؟ المحل ده لو ضاع مني مش هعرف اعوضه، ولازم ادفع عربونه قبل اخر الاسبوع. طب اعمل ايه يا دعاء يعني؟ حاولي تاخديه من باباكي لحد ما نتصرف. عن اذنك عشان عندي شغل كتير. قعدنا على السفرة وانت عايزة تقولي حاجة يا ولفت. أنا؟ مفيش حاجة. لا عايزة تقولي،
واحسن لك تتكلمي دلوقتي عشان انا بعد الاكل هطلع اريح شويه قبل حفله ياسين ومش هيبقى عندي وقت للكلام. بصراحه بقى يوسف واخد على خاطره منك. ولحق يشتكي لك ان انا هسفر ياسين بداله رحله الغردقه. مش بس من دي، هو زعلان انك كتبت الشيك لياسين بخمسة مليون جنيه من وراه. ايه ده؟ انتوا بتتجسسوا عليا ولا ايه؟ لا لا والله، ده ياسين قال لمراته ومراته قالت لي. انا حر، وتالي كده ان الشيك ده واجهك انت اكتر ما هو واجه يوسف. ليه يعني وانا مالي؟ الاتنين ولادك المفروض تعدل بينهم. محدش يقول ايه المفروض اعمله وايه اللي مش مفروض. عموما انا اديت ياسين المبلغ ده لانه محتاج له دلوقتي. بصراحه بقى يا صابر، انت بتحب ياسين وبتهتم بيه اكتر من يوسف وياسمين. قولي كده بقى، هو ده اللي حرقك؟ ان انا اديت 5 مليون جنيه لياسين ابن رجاء وما اديتش زيهم ليوسف وياسمين ولادك؟ انا عمري ما فكرت بالطريقه دي. انت عمرك ما فكرت غير كده، ولعلمك دي اخر مره تتدخلي في المواضيع اللي زي دي. انا حر، دول ولادي، ادي لده او ما اديش لده، انا حر. أهلا. زعلتي بابا في ايه؟ هو اللي مزعلنا كلنا وكمان مش عاجبه. هو ده وقته؟ انتي ناسيه ان النهارده عيد ميلاد ياسين بالليل؟ لا مش ناسيه، وانتي كمان ما تنسيش تباركي لاخوكي على الهديه الكبيره اللي ابوك اداها له. 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه؟ ولسه يا عالم ابوكي هيديله ايه كمان عشان يفرسنا كلنا؟ معلش، هو يمكن ياسين علشان محتاجهم عشان يشتري بيهم الارض. انت لسه بتدافعي عنه؟ انت مش حاسه بقهرة ان ابوك مفضله عنكم؟ بتهيألك بابا بيحبنا كلنا، هو يمكن بس علشان هو البكر يعني بتاعنا فمدلعه شويه. لو كان ياسين بيحبك زي ما انت بتحبيه كده ما كانش ساب ابوه يظلمك بسببه، بس هو بيدور على مصلحته وبس. ماما انت بتتكلمي عنه كانه حد غريب، انت ناسيه ان انت اللي مربياه وهو صغير. لا مش ناسيه، بس هو بقى اللي نسي وما طمرش فيه التربيه، وعمال يستغل في ابوكي على حسابك انت واخوكي. ايه يا نادي، بقول لك ايه، خلي انا سيلبس هعدي على بابي واجي اخده على طول. ماشي اوكي، يلا باي باي.